بحثت السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إنشاء مركز مصري أوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقا لاحتياجات أسواق العمل. أوضحت السفيرة سوها جندي أن الهدف من المركز هو التعاون في تأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في أوروبا وخلق الفرص البديلة دعما لمستقبل أبنائنا وتعظيما لقدراتهم كموارد بشرية مؤهلة للسوق العالمية. من جانبه نوه سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر بالحرص على تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال عام 2023 وإقامة حوار بشأن قضايا الهجرة بجميع أشكالها باعتبارها إحدى محاور العلاقة المصرية الأوروبية.